بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بكل مشاهدينا في قناة الحياة، حلقة جديدة مع كورة كل يوم. هنتكلم النهاردة في مباراة بيراميدز والأهلي، فوز بيراميدز 3-0. بيراميدز حرم الأهلي من تحقيق رقم قياسي السنة دي، إن الأهلي يكسب الدوري بدون هزيمة. دي تعتبر الهزيمة الأولى للنادي الأهلي السنة دي في بطولة الدوري، وبيراميدز بيثبت كمان إنه فريق مميز جدا وعمل مباراة كبيرة النهاردة أمام النادي الأهلي. الأهلي مش في حالته، بس أنا عايز أتكلم في نقطة، يعني عايز أتكلم في نقطة مهمة. أنا شايف وأنا جاي دلوقتي بعد المباراة على السوشيال ميديا الأهلوية زعلانين جدا. يا جماعة زعلانين ليه؟ يعني الدوري خلص والأهلي خد الدوري، و يعني عايز أقول مفيش دوافع ومفيش طموح إن الأهلي يلعب، يعني عشان ما يخسرش، غير ان هو الاهلي عايز يعمل ريكورد. لكن انا لو مكان كولر، انا لو مكان كولر مش هلاعب لعيبه الاهلي خالص الاساسيين، يعني حسين الشحات هديله راحه، مروان عطيه هديله راحه، اليو ديانج هديله راحه، والعب بفرقه كلها من اللعيبه اللي ما لعبتش او اللعيبه الصغيرين الشباب. يعني ده تفكيري. انا مش عارف ليه الاصرار ان الاهلي يكمل ماتشات الدوري باللعيبه الاساسيين، مش عارف. النهارده الاهلي مريح بعض اللعيبه، بيراميدز على فكره مريح لعيبه كتير النهارده، بلاتي توريه مريح، ورمضان صبحي مش موجود، عبد الله السعيد كان يعني بيتعالج من الاصابه، وليد الكارتي، لعيبه كتير مريحين برضه في بيراميدز، اسلام عيسى متعور. لكن الناس زعلانه قوي، الاهلاويه زعلانين جدا، اكن مثلا يعني خسروا الدوري. عادي، مباراة حلوة، تفوق فيها بيراميدز فنيا على الأهلي، ولكن الأهلي أنا مش بدافع عن الأهلي خالص. أنا بقول بيراميدز أفضل من الأهلي النهاردة وعمل جيم جامد جدا، محمود صابر وإبراهيم عادل ولاعيبة بيراميدز عملوا يعني جيم جامد جدا. لكن الأهلي الناس محسسين الأهلي خسر الدوري، وده مباراة كارثة بالنسبة للنادي. أنا شايف الموضوع عادي جدا، مباراة خلاص تحصيل حاصل. الأهلي خسر النهارده انه كان الفريق الاقل مستوى من بيراميدز، ان بيراميدز كان افضل النهارده، ويمكن بيراميدز كمان عنده بعض اللعيبه المميزين جدا على راسهم ابراهيم عادل ومحمود صابر النهارده في نص الملعب، تفوقوا على النادي الاهلي. باتشيكو النهارده برضه كان واخد المباراه بجديه كبيره جدا، بس انا بقول ان كولر قراراته النهارده في اداره المباراه وفي التشكيل وفي اراحه اللاعبين مش مظبوطة. أنا يعني الأهلي السنة دي فاق، الأهلي السنة دي فاق وعمل موسم استثنائي وكسب كل البطولات، عشان السنة اللي فاتت إدارة الأهلي خدت قرار بإراحة اللاعبين. لو تفتكروا السنة اللي فاتت قفشة ريح وعمرو السولية ريح والشناوي، في حوالي وعلي معلول، في 8-9 من اللعيبة اللي اتهلكت السنة اللي فاتت الأهلي ريحهم في نهاية الموسم اللي فات، وكان حتى لسه ما يعني الدوري كان الزمالك ما حسمش الدوري، بس الاهلي خد قرار مظبوط ان هو يريح اللعيبه عشان الموسم الحالي، ان اللعيبه جالها اجهاد السنه اللي فاتت. فمش عارف انا بصراحه اصرار كولر ان هو يلعب بالشناوي حارس المرمى، ويلعب بمحمد عبد المنعم، ويلعب باليو ديانج، ويلعب بمروان عطيه، ويلعب بقفشه، ويلعب بمحمد شريف وبحسين الشحات، والناس مجهده وفي موسم جديد هيبدا. خلي بالكوا احنا خلاص، يعني احنا هو في النهارده كام؟ 23/7. الاهلي هيلعب، خلي بالكوا، في شهر 8 اللي جاي او شهر 9 في الكونفدراليه الافريقيه، وفي مباراه السوبر الافريقي مع اتحاد العاصمه في بدايه شهر سبتمبر. ف يعني مش عارف بصراحه، مش عارف ايه الاصرار عند كولر ان هو يلعب. بيقولوا لي السوبر الافريقي في شهر 10. لا مش السوبر، الماتش السوبر الافريقي، مش مباراه، مش بطوله دوري السوبر الافريقي.
ليه الإصرار إنه يلعب باللعيبة الأساسيين؟ مش عارف يعني، أنا مش عارف إيه السبب. والنهاردة مباراة كرة قدم عادية تفوق فيها نادي بيراميدز النهاردة، يعني النهاردة أحمد فتحي هايل، عمل جيم كويس جدا، أحمد توفيق، الراجل اللي هو فخري لقاي، محمود صابر، إبراهيم عادل، كريم حافظ، محمد حمدي اللي أصيب النهاردة، وكان في برضه تنشنة وعصبية كبيرة جدا من لعيبة الأهلي النهاردة واعتراضات على الحكم. يعني مش عارف، أنا شايف إن الموضوع خلاص مباراة تحصيل حاصل. طبعا كل فريق بيحاول يلعب عشان يثبت إن هو الأفضل وإن ما يخسرش، والأهلي عايز يحقق رقم، بس أنا شايف إن تكملة لعيبة النادي الأهلي الأساسيين الموسم كله كده لغاية نهاية الموسم، لغاية ماتش المصري كمان اللي لسه هيتلعب يوم الأربعاء، أنا شايفه خطأ ممكن تؤثر بالسلب على فريق الأهلي في الموسم القادم. المهم مبروك لبيراميدز النهارده، عمل جيم كويس جدا، هنتفرج على المباراه. بس عايز اقول لكم شويه اخبار كده قبل ما نتفرج على ملخص لمباراه بيراميدز والاهلي وفوز بيراميدز 3-0. الاهلي طبعا كان الفتره اللي فاتت مركز مع محمد رضا بوبو لاعب نادي فيوتشر، لما الاهلي جاب امام عاشور وخلاص صفقه امام انتهت لصالح الاهلي، بدأ النادي الأهلي يفكر يقولك طب أنا هدفع فلوس كتير ليه في محمد رضا بوبو؟ أنا عايز محمد رضا بوبو، بس يعني الأرقام اللي كان نادي فيوتشر عايزها الأهلي رفضها، إنه دفع في إمام ومش هيقدر يدفع 50-60 مليون جنيه كمان في رضا بوبو. فرضا بوبو بيقترب بشدة من التعاقد مع نادي بيراميدز، يعني بنسبة 99% محمد رضا بوبو في بيراميدز في الموسم القادم. ده بالنسبة لرضا بوبو. كان كلام برضو ان فيوتشر هيبيع مهند لاشين ومحمود مرعي البيراميدز، ولكن كابتن علي ماهر المدير الفني لنادي فيوتشر رافض تماما فكرة ان هو يبيع عمرو مرعي او مهند لاشين لبيراميدز او لاي فريق، ان هو كابتن علي ماهر عنده السنة الجاية كونفدرالية افريقية وعايز ينافس على بطولة الدوري، فمش عايز ان اللعيبه المهمين او الاساسيين في نادي فيوتشر ان هم يتباعوا. فاللي انا عرفته ان القصه دي وقفت، مهند لاشين وعمرو مرعي باقيين في فريق فيوتشر في الموسم القادم، هو بس محمد رضا بوبو اللي خلاص قرب ينتقل الى فريق بيراميدز، يعني بنسبه كبيره جدا جدا بوبو بيقترب من نادي بيراميدز. طيب الحاجه الثانيه، الاهلي بيحاول مع نادي، انا قلت لكم الكلام ده بقى لي يومين ثلاثه، بيحاول مع نادي جيومبيك هيونداي عشان يخلص موضوع سوزا المهاجم البرازيلي، وكولر مصمم يعني على سوزا، بيقول لك ده اختياري الاول. وبرضه الاهلي في الجانب الاخر بيحاول مع رضا سليم اللي هو جناح في نادي الجيش الملكي المغربي، ولسه لغايه دلوقتي نادي هيونداي ما وافقش على بيع سوزا للنادي الاهلي. المدير الفني بتاع هيونداي الكوري الجنوبي يعني بيقول لك سوزا لعيب مهم جدا بالنسبه لي ولسه مزرجن، يعني الاهلي لسه الولد عايز يجي الاهلي، لكن نادي هيونداي اللي بيملك اللاعب لسه ما يعني ما خدش قرار بالموافقه يعني. والناحيه الثانيه رضا سليم الجناح المغربي او في نادي الجيش الملكي المغربي، برضو نادي الجيش الملكي عايز فلوس كتير جدا، عايز ارقام كبيره جدا، ويمكن الاهلي عرض 2 مليون دولار عشان يشتري رضا سليم، وبرضه نادي الجيش الملكي المغربي عايز يعني مقابل مادي اكبر من 2 مليون دولار. فالاختيار الثالث وهو الاختيار، لو الاهلي ما جابش سوزا وما جابش رضا سليم، الاختيار الثالث هو اشرف بن شرقي، ولكن الاختيار ده ضعيف داخل النادي الاهلي، ضعيف داخل النادي الاهلي. في حاجة برضو تانية عرفتها، ان طارق حامد برضو في خط مفاوضات ما بينه وما بين بيراميدز في الفترة الحالية، ولو طارق حامد ما جالوش عرض قوي في السعودية، ان طارق حامد لغاية دلوقتي لسه في اتحاد جدة، بس لو مش يعني كان عنده عروض تانية في الدوري السعودي، لو ما جالوش حاجة قوية في الدوري السعودي تليق بطارق حامد، طارق حامد ممكن بنسبة كبيرة يرجع على بيراميدز، يرجع على بيراميدز. معايا قائمة الزمالك اللي أزوريو اختارها، عشان النهاردة فريق نادي الزمالك سافر إلى السعودية الساعة 8، كان فريق نادي الزمالك
في الطيارة متجه إلى السعودية عشان يلعب البطولة العربية للأندية. ومستر أوزوريو اختار قائمته اللي قايمة فيها محمد صبحي ومحمد عواد ومحمد نديم، ثلاث حراس مرمى، عمر جابر، حمزة المسلوسي، محمد عبد الغني، عصام عبد المجيد، مصطفى الزناري، محمد طارق، أحمد فتوح، حاتم سكر، وأحمد زكي. أحمد زكي ده صغير أيسر كان بيلعب في نادي زد ورجع نادي كان إعارة لزد ورجع نادي الزمالك. شيكابالا، أحمد سيد زيزو، محمد أشرف رؤى، يوسف أوباما، سيد نيمار، إيشو لعيب مميز طبعا من مواليد 2003، إبراهيم أنداي، نبيل عماد دونجا، حمدي علاء، عمرو السيسي، محمد حسام بيسو برضه لاعب من الناشئين أو الشباب، سيف الجزيري، ناصر منسي، وعلي ياسر مهاجم برضه مواليد 2003. في ناس خرجت بره القايمة زي محمود علاء عنده إصابة، أحمد عيد موقفه لسه مش واضح عشان الموضوع إمبي، محمود شبانة طبعا خارج الاختيارات الفنية بالنسبة لأوزوريو، وأحمد أيمن منصور برضه اللي المفروض هيرجع نادي الزمالك من طلائع الجيش، مصطفى شلبي مصاب، وسامسون إيكنولا اللي الزمالك هيستغنى عليه الفترة القادمة. دول اللعيبة اللي في الآخر دول أنا قلتهم، محمود علاء وأحمد عيد وشبانة وأحمد أيمن منصور ومصطفى شلبي وسامسون إيكنولا، دول ما سافروش مع الزمالك. الزمالك بيفاوض لاعب جزائري اسمه أيوب عبد اللاوي، ده اللاعب ده مدافع بيلعب في نادي مولودية الجزائر، ويعني بيقولوا لعيب كويس، والزمالك دخل في مفاوضات مع نادي المولودية. بس اللي انا عرفته ان نادي المولودية متمسك بأيوب عبد اللاوي اللي هو اللاعب الجزائري في نادي المولودية، وأيوب اللاعب الجزائري ده بيلعب مدافع وبيلعب برجله الشمال، مساك بس بيلعب برجله الشمال، وده كان طلب من طلبات أوزوريو مدرب نادي الزمالك، لكن حتى الآن لسه نادي المولودية متمسك بيه، وبرضه لسه الزمالك ما خلصش مشكلة الفلوس بتاعة القيد. شيكابالا جمعوا الفلوس بس لسه هيدفعوها، ولسه برضه فلوس أتشيمبونج اللي هي 180 ألف يورو الزمالك برضه بيجمعها عشان يفك القيد عن فريق نادي الزمالك. كمان الزمالك بيعتبر ان البطوله العربيه بطوله مهمه جدا جدا بالنسبه له ماليا، ماليا عايز الزمالك يوصل فيها لابعد مدى ممكن، ان لو الزمالك يعني وصل للمراحل النهائيه من البطوله هياخد مبالغ ماليه مميزه جدا، فالبطوله دي تعتبر انقاذ لنادي الزمالك ماليا. فنتمنى ان الزمالك يوفق ان شاء الله في البطوله، ويعني البدايه تبقى كويسه مع فريق اتحاد المنستيري يوم 28، كمان اربع ايام يوم الخميس القادم الزمالك هيبدا لقاءاته مع الاتحاد المنستيري، ان بعد كده الماتشات صعبه، عنده الشباب السعودي وعنده النصر السعودي، النصر فرقه تقيله جدا طبعا بقياده كريستيانو رونالدو وساديو ماني كمان، ويعني الفرقه بتاعت النصر فريق عالمي دلوقتي، مش مجرد فريق سعودي، لكن عنده يعني سبع ثمان لعيبه عالميين في نادي النصر السعودي، فالموضوع هيبقى صعب جدا مش سهل، ولكن نتمنى ان الزمالك يقدر يتخطى الاتحاد المنستيري ويتخطى الشباب السعودي ويصعد حتى كتاني مجموعه. احنا عايزين الزمالك يمشي كويس في البطوله، زي ما قلت لكم البطوله دي ممكن تفرق ماديا مع نادي الزمالك بشكل كبير جدا. انتوا عارفين طبعا اللي يكسب البطوله دي هياخد 6 مليون دولار، الفائز ببطوله العربيه القادمه دي في السعوديه هياخد 6 مليون دولار. فنتمنى يا رب نادي الزمالك يعني نسنده ونشجعه عشان يقدر باذن الله يعني يعمل حاجه كويسه في البطوله العربيه، وتبقى منها طبعا حاجه معنويه كويسه الزمالك يؤدي بطوله كويسه وان شاء الله يحاول ينافس عليها، ومنها كمان ماديا الزمالك يوصل لابعد مدى. ويعني نفسي اقول ان الزمالك ياخد البطوله، بس طبعا الظروف الفنيه الحاليه يعني مش مخلينا عندنا ثقه جامده ان الزمالك يقدر ينافس على البطوله، لكن ان شاء الله نساند نادي الزمالك. وعلى فكره الزمالك في السعوديه عنده جمهور المصري، وعلى فكره هتلاقي جماهير عرب سعوديين واماراتيين وزملكاويه وبيحبوا الزمالك، فهتلاقي ماتشات الزمالك جمهور قافل الملاعب هناك في السعوديه عشان بيشجع نادي الزمالك، انا متاكد من كده، وهتشوفوا في البطوله العربيه جمهور الزمالك هناك في السعوديه جمهور كبير جدا، وهتلاقي زحف من المصريين الزملكاويه واصدقائنا العرب الزملكاويه من كل دول الخليج، هتلاقيهم موجودين في الملعب بيؤازروا نادي الزمالك. واتمنى وانا بطلب من لعيبه نادي الزمالك التركيز الشديد في البطوله،
ان انتوا يا جماعه لعيبه الزمالك بتلبس تيشيرت نادي الزمالك ايا كان الوضع حاليا، مش كويس، مش في احسن حالاته نادي الزمالك، لكن الزمالك فرقه كبيره وليها تاريخ كبير في الوطن العربي وفي مصر طبعا وفي افريقيا، واتمنى ان انتوا تركزوا وتقاتلوا باسم نادي الزمالك في البطوله، يعني قتال شريف، قتال منافسه يعني في الملعب، قتال رياضي مش قتال حاجه تانية وحشه يعني. ونتمنى التوفيق لنادي الزمالك يا رب ان شاء الله. وفي حاجه تانية عايز اقولها، مش عارف وقتها ولا لا، اتمنى من اداره نادي الزمالك، ان هم يركزوا في نادي الزمالك فقط. ان الفتره اللي فاتت، هقولها ازاي، الفتره اللي فاتت اداره نادي الزمالك يعني سايبه المشاكل اللي موجوده في نادي الزمالك ومركزه في الهجوم على اداره النادي الاهلي. يا جماعه خلينا في يعني في نفسنا، خلينا نشوف السلبيات اللي موجوده، المشاكل اللي موجوده نحاول نعالجها، لكن اداره الزمالك ما بتتكلمش خالص على الزمالك، كل هدفها هو انتقاد الاهلي. ويعني مش دي قصه يعني. يعني مثلا لما نشوف النادي الاهلي شغال ازاي، الاهلي مركز في ناديه، اداره الاهلي مركزه في ناديها، بتقوي فرقتها، بتطور، بتشوف المشاكل بتحلها، بتظبط الفرق الرياضيه في النادي، الدنيا ماشيه، مش باصص هو للمنافس خالص. لكن اداره الزمالك مركزه مع الاهلي. يا جماعه خليكوا في الزمالك لو سمحتوا، خليكوا في الزمالك. الشتيمه والانتقادات بتاعت الاهلي مش هتخلي الزمالك كويس. اللي هيخلي الزمالك كويس التخطيط السليم، حل المشاكل، علاج السلبيات، نحاول يعني نتكاتف عشان دعم الزمالك ماليا عشان يخرج من المشاكل بتاعته الماليه، التمسك باللعيبه المهمه اللي موجوده في نادي الزمالك. لكن شتيمه الاهلي وانتقاد الاهلي مش ده اللي هيخلي الزمالك كويس. اللي هيخلي الزمالك كويس ان احنا نخطط بشكل كويس، اداره الزمالك تخطط بشكل كويس للزمالك، تتفرغ وتركز في فرقتها وفي ناديها بعيدا عن انتقاد الاهلي وشتيمه الاهلي. يعني انا شايف ان الموضوع خرج عن المألوف. يعني في كلام عايز اقوله كتير، بس انا اللي يهمني ان الزمالك يرجع. فعايز اداره الزمالك تركز في الزمالك. انتقاد وشتيمه الاهلي مش هيخلي الزمالك كويس. الزمالك ركز في الزمالك زي ما الاهلي بيركز في ناديه وادارته بتركز في ناديه. الزمالك ركز في ناديك بس، مش عايزين حاجه تانية اكتر من كده. مش عايز اكتر في القصه دي، بس ايه، ببقى ساعات في كلام جوايا عايز اقوله وعايز اعبر عليه بشكل كويس عشان الناس ما تزعلش. اللي احنا يهمنا ان نادي الزمالك يقف على رجله، يقف على رجله، بس بالطريقه دي مش هيقف على رجله. احنا يعني الناس قاعده بتشتم في الناحيه التانية وما ما بتحلش المشاكل اللي في الزمالك. فركز في ناديك، ركز في الزمالك، خطط، شوف، عالج المشاكل، حاول تجيب موارد ماليه، اختيار لاعبين مميزين، حل مشاكل القيد. هي دي الحاجات اللي هتوقف نادي الزمالك على رجله، مش انتقاد الاخرين. يعني الزمالك رافضين تماما فكره ان اي عرض يجي لاحمد سيد زيزو مرفوض حتى لو ب 200 مليون جنيه. قال لك احنا زيزو يعني مش هنقبل ابدا ان زيزو يتباع او نادي يجي يشتريه. فالزمالك متمسك بزيزو، قال لك حتى لو جه اي عرض بملايين الجنيهات او الدولارات مش هنناقشه. زي ما قلت لكم، بعثه الزمالك سافرت الى السعوديه النهارده الساعه 8 وزمانهم وصلوا الى السعوديه. لجنه التخطيط في الاهلي بتطالب بعوده محمد شكري. محمد شكري لاعب سيراميكا الظهير الايسر. لجنه التخطيط في النادي الاهلي معجبه جدا بشكري وعرضوا الامر على كولر ومستنين رد كولر بقى بان هو يوافق عشان يبدا النادي الاهلي يرجع محمد شكري مره اخرى. محمد شكري لعيب مميز جدا وانا متابعه من سنتين، كان في نادي سموحه والسنه دي كمان متالق في النادي سيراميكا. وطبعا امبارح فوز سيراميكا على المصري في نهائي كاس الرابطه 4-1. مصطفى البدري وعربي بدر لعيبه الاهلي، نادي سموحه طالبهم واحتمال بشكل كبير يروحوا اعاره العربي بدر ومصطفى البدري. مصطفى البدري كان في فيوتشر والعربي بدر اعتقد كان في طلائع الجيش، فالاثنين دول يعني الاهلي هيطلعهم اعاره الى سموحه لمده موسم.
طبعا يتبقى مباراه في الدوري المصري، اخر ماتش بقى يوم الاربع اللي جاي، المصري والاهلي، والمصري ايزي ايميكا عنده 3 انذارات، وبالتالي ايزي ايميكا مش هيلعب. بس انا عارف ان بطوله كاس الرابطه ملهاش علاقه، الانذارات بتاعتها ملهاش علاقه بالدوري، يعني كل بطوله منفصله لوحدها. فخلينا نتاكد بس من الموضوع ده عشان ما نقولش حاجه مش مظبوطه. التعاون السعودي بيعلن بيع مصطفى فتحي لبيراميدز، خلاص بيراميدز اشترى مصطفى فتحي من نادي التعاون السعودي بشكل نهائي. والاسماعيلي كمان بيعلن انهاء ازمه لاعبه ياو النور بعد تنازل اللاعب على الشكوى اللي هو قدمها تحقاته. وياو النور كمان حصل على مستحقاته النهارده من النادي الاسماعيلي، ومفيش مشكله خلاص بالنسبه للاعب الاسماعيلي ياو النور، ومكمل مع نادي الاسماعيلي. ماتشين في الدوري امام البنك الاهلي وامام حرس الحدود، طبعا للاسف يعني فريق المحله هبط للقسم الثاني، ولكن نادي غزل المحله قرر التمسك بكابتن خالد عيد، وان كابتن خالد عيد هو اللي هيقود غزل المحله في القسم الثاني في الموسم القادم. وطبعا انتوا عارفين ان مستنيين نشوف بس موضوع دوري المحترفين، و يعني حتى الان في تاكيدات من داخل اتحاد الكوره ان دوري المحترفين هيتعمل بالنسبه للقسم الثاني. وكابتن خالد عيد كان قبل كده هو اللي صعد غزل المحله من حوالي موسمين الى الدوري الممتاز. في لعيب مغربي اسمه حمزه الرجراجي مدافع فريق نهضه بركان وصل الى اسكندريه عشان يتفاوض مع اداره نادي الاتحاد السكندري اللي بتسعى لضمه في الموسم القادم. ده اللاعب المغربي حمزه الرجراجي مدافع فريق نهضه بركان، هيوصل بكره اسكندريه ان شاء الله ويبدا مفاوضات مع نادي الاتحاد السكندري. على فكره بيلعب في قلب الدفاع او في نص الملعب، هاف ديفندر، بيلعب في المركزين. وكانوا اتفرجوا عليه المسؤولين في نادي الاتحاد السكندري ومعجبين جدا بمستواه، وعنده 26 سنه وبكره هيكون في اسكندريه عشان يعني يتفاوض مع اداره نادي الاتحاد السكندري. اتحاد الكوره بيدرس الغاء قائمه الانتظار في لائحه الموسم الجديد، لسه يعني مجرد دراسه. انتوا عارفين كل سنه بيبقى في قائمه انتظار في كل نادي، النادي يقدر يقيد لعيبته في قائمه الانتظار، ممكن بعد كده يقيده في شهر يناير او يعني يسيبه بقى يمشي يروح نادي اخر. فلسه موضوع قائمه الانتظار اتحاد الكوره ما حصلش، يعني ما قررش هيخليها ولا هيلغيها في الموسم القادم. جهاز المنتخب الاولمبي بيطالب حمزه علاء بالاعاره للحصول على فرصه في المشاركه. حمزه علاء حارس الاهلي. لجنه الحكام قررت معاقبة الكابتن محمد عادل الحكم الدولي بعد غلق تليفونه وعدم موافقته على إدارة مباراة الأهلي و بيراميدز. بيقولوا إن كابتن محمد عادل كان زعلان عشان ما كانش موجود في طاقم تحكيم مباراة الزمالك والأهلي اللي فاتت، فقفل تليفونه وكان لجنة الحكام عايزاه يحكم مباراة البيراميدز والأهلي، لكن قفل تليفونه. فيعني بيقولوا ان في، مش عارف، كاتبين كده يعني ان في ممكن تكون عقوبه على الكابتن محمد عادل من لجنه الحكام. اتحاد الكوره بينتظر عوده ميكالي من البرازيل عشان يتفقوا على تفاصيل معسكر شهر سبتمبر، ان في اجنده دوليه في شهر 9 اللي جاي ان شاء الله. ميكالي كمان قايل تصريحاته اهو، بيقول لك بدانا التحرك لضم صلاح في الاولمبياد وهدفنا تحقيق ميداليه في 2024. بيقول ان روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الاولمبي قال ان احنا يعني عايزين، او الجهاز الفني المنتخب الاولمبي عايز يضم محمد صلاح في الاولمبيات القادمه. وبيقول كمان ان هدف المنتخب الاولمبي ان هو تحقيق ميداليه في الاولمبيات القادمه، اولمبياد باريس 2024. دي حاجه كويسه جدا جدا، يعني نتمنى له التوفيق باذن الله. وبتبسط انا لما بلاقي ان احنا طموحات المدربين عندنا ان هم يعني بيتكلم ان هو بينافس على ميدالية، عايز ينافس على ميدالية. فانا بتبسط ان في مدربين تانية بتخاف تقول لك لا انا رايح للتمثيل المشرف، لعرفت اعمل حاجه عرفت، لكن الراجل واضح وبيقول لك انا عايز انافس على ميدالية. عايز بقى اتكلم في حاجه مهمه جدا، عندنا بنت يعني ناشئه في الاسكواش اسمها امينه عرفي،
أمينة عرفي للمرة الثانية على التوالي بتفوز ببطولة العالم لناشئات الاسكواش، حاجة رائعة جدا. كانت البطولة طبعا في الفترة اللي فاتت لسه خلصانة يعني امبارح، وأمينة عرفي اللاعبة المصرية بتفوز لبطولة العالم للاسكواش لناشئات الاسكواش للمرة الثانية على التوالي، بعد ما كسبت في النهائي اللاعبة الماليزية إيرا أزمان 3-0. ويعني عايز أقول إن هي كسبت المباراة باكتساح، 3 أشواط 11-8 11-5 11-1. وأمينة ما شاء الله عليها يعني تألقت في كل ماتشات البطولة وفازت في كل ماتشات البطولة. كسبت في البداية اللاعبة الهندية جوبتا 3-0 في دور الـ64، وبعدين كسبت اللاعبة الكندية أوشين ما في دور الـ32، وبعدين في دور الـ16 كسبت اللاعبة الماليزية كومار 3-0 برضو، وبعدين فازت أمينة عرفي في دور الـ8 على زميلتها المصرية زينة كريم 3-0، وبعدين فازت على زميلتها المصرية أيضا ملك خفاجة في الدور قبل النهائي 3-1، وبعدين في المباراة النهائية كسبت الماليزية إيرا أزمان 3-0. أمينة عرفي بتحقق تاريخ وإنجاز للإسكواش المصري على مستوى السيدات أو الأنسات الناشئات، وبتكسب بطولة العالم بعد ما فازت في كل الماتشات بنتائج 3-0 أو 3-1 باكتساح تام، وتألقت وكسبت الهندية وكسبت الماليزية وكسبت حتى زملائها المصريات. فبنهني أمينة عرفي على احتفاظها للعام الثاني على التوالي ببطولة العالم لناشئات الإسكواش، بطولة كانت بتتلعب في أستراليا، وإنجاز جديد للإسكواش المصري على مستوى الأنسات، وحاجة رائعة جدا. مبروك لأمينة، ومبروك يعني لأسرتها كمان والاتحاد الإسكواش على الإنجاز الكبير اللي اتحقق. عندنا برضو في بطولة العالم للسلاح شغالة دلوقتي، عندنا محمد ياسين تأهل لدور الـ64 اللي هو الدور الرئيسي يعني في البطولة، وعندنا يارا الشرقاوي برضو لاعبة سلاح الشيش برضو على مستوى السيدات تأهلت برضو لدور الـ64 في بطولة العالم للسلاح المقامة في إيطاليا. دي يارا الشرقاوي ومحمد ياسين هما دول تأهلوا للدور الرئيسي في بطولة العالم للسلاح الشيش المقامة في إيطاليا. عندنا برضو مياد شريف لاعبتنا في التنس خرجت من الدور قبل النهائي لبطولة باليرمو في إيطاليا، كانت بتلعب اللاعبة الصينية في الدور قبل النهائي في بطولة باليرمو للتنس في إيطاليا، وخرجت بعد الخسارة 2-1، يعني خرجت من دور قبل النهائي. كان فازت في دور 32 على لعبة أسبانيا، وفي دور 16 كسبت لعبة روسيا، وفي دور 8 كسبت لعبة كولومبيا، وتأهلت لنصف النهائي، ولكن للأسف خسرت في نصف النهائي أمام اللاعبة الصينية، وكده خرجت ميار شريف من الدور قبل النهائي لبطولة باليرمو. وميار شريف تراجعت حوالي 7 مراكز في تصنيف اللاعبات المحترفات لتحتل المركز 38 بعد ما كانت 31 على مستوى العالم، تراجعت 7 مراكز. طيب خلينا نروح للكابتن هاني سعيد مدير الرياضي ومدير الكورة في نادي بيراميدز. اهنيه بصراحة على الموسم الرائع السنة دي بالنسبة لبيراميدز، وبيراميدز يعني الناس بتقول ان بيراميدز ما عملتش حاجة السنة دي وما خدتش بطولة، انا بقول لا، بيراميدز نادي يعني بيتطور كل سنة إلى الأفضل، وبأصبح نادي قوي جدا وفريق قوي جدا، فريق مستقر فريق هادي، وأعتقد أن هاني سعيد ليه دور كبير جدا في الاستقرار اللي موجود في فريق الكورة في نادي بيراميدز. بيراميدز هو تاني كاس مصر، تاني الدوري للموسم الثاني على التوالي، لعب مباراة السوبر وأدى مباراة كبيرة جدا أمام النادي الأهلي في الإمارات، هو بس الكونفدرالية اللي ما كانتش يعني كنا زعلانين لخروج بيراميدز من الكونفدرالية من دور الـ8، ولكن بيراميدز فريق كبير وأنا شايفه فريق قوي جدا وفريق مميز جدا، وزي ما قلت بقى منافس قوي في الكرة المصرية، السنة الجاية كمان هيشارك في دوري أبطال أفريقيا. فخليني أروح أهني الكابتن هاني سعيد على المستوى المميز والنتائج الرائعة اللي بيعملها بيراميدز، وأيضا على الفوز النهاردة على الأهلي 3-0 في ختام الدوري الممتاز. كابتن هاني ازيك؟ كابتن كريم ازيك، اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ مبروك، ويعني موسم رائع بصراحه. ناقصنا بطوله بس، انا شايف ان نادي بيراميدز ماشي في الطريق الصحيح، وبين كل سنه لسنه بيتطور وبيصبح فريق شرس جدا وفريق قوي جدا يعني. والله الحمد لله، الحمد لله الموسم
كنا قريبين ان احنا ناخد فيه حاجه عموما، بس ما حصلش نصيب الحمد لله طبعا. بس زي ما انت قلت على مدار الموسم كله، لا احنا الحمد لله ماشيين بشكل كويس، الفرقه ماشيه بشكل كويس جدا، فان شاء الله ينقصنا بس اللي احنا يعني الخطوه الاخيره دي ان شاء الله ربنا بس يكتب لنا فيها التوفيق. فان شاء الله اتمنى من الموسم الجديد يكون فيه حاجه يا رب ان شاء الله مختلفه يعني باذن الله. السنه الجايه هتلعب دوري ابطال افريقيا، السنه دي حققت المركز الثاني بعد الاهلي الموسم الثاني على التوالي، اكيد ليكوا طموحات اكبر بقى السنه الجايه يا كابتن هاني. باذن الله، ما انا لسه بقوله لك انت فيها يعني في اوقات معينه كده انت كنت على بعد خطوه من حاجات يعني معينه انك تحقق بطوله، بس ما ربنا ما اردش. فان شاء الله يعني بص احنا كل سنه حتى السنين اللي ما حققناش فيها دي كان بيبقى هدفنا ان احنا برضه نحقق، بس الحمد لله احنا ماشيين بشكل برضه الحمد لله مستقر. فان شاء الله يا رب السنه الجايه، بقول لك ناقصنا شويه توفيق بس، فان شاء الله يعني يكون في حاجه جديده باذن الله. في صفقات جديده للبيراميدز الفتره القادمه؟ المفروض في ان شاء الله تدعيمات، بس مش هيكون بشكل كبير لان يعني عندنا قوام فرقه كويس الحمد لله يعني، وعندنا لعيبه كويسه، فهيبقى في طبعا تدعيمات لان انت برضه بتدخل على دوري ابطال فهتحتاج برضه تدعيمات، فان شاء الله اكيد هيكون في باذن الله. طيب انا يعني سامع بعض الاسماء ومش عارف حضرتك يعني ممكن تعلن عن حاجه ولا لا، سامع ان في مفاوضات قويه مع رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي، في كلام مع طارق حامد، في كلام مع رضا بوبو لاعب فيوتشر، يعني دي الاسماء اللي انا سامعها. والله بص يا كابتن كريم احنا يعني شغالين كده في اسماء معينه، فان شاء الله هنعلن عنها باذن الله يعني في الايام اللي جايه دي باذن الله نبدا نعلن ان شاء الله عن الاسماء اللي احنا ان شاء الله هنتعاقد معاها. تمام. بالنسبه لاحمد فتحي وشريف اكرامي، تم تجديد العقد معاهم ولا خلاص يعني نهايه عقدهم؟ هو نهايه عقدهم بس ان شاء الله يكونوا باذن الله مكملين معانا. مكملين. طيب بالنسبه لرمضان صبحي هيتحرك ولا مكمل مع بيراميدز الموسم القادم؟ لا المفروض مكمل ان شاء الله يعني رمضان باذن الله مكمل، مفيش مشكله، بس الا لو في حاجه جات له مثلا حاجه احتراف خارجي وحاجه كويسه بالنسبه له وهو عايز يطلع واحنا شايفين ان هي حاجه كويسه ليه وللناس ممكن ما يبقاش في ان شاء الله مشكله يعني، بس لا بس رمضان من اللعيبه كده كده اللي احنا بالنسبه لها يعني بالنسبه لنا احنا لا اللعيبه اللي انت بتدي عليها في النادي يعني ان شاء الله يعني لعيبه مهمه. مفيش كلام من الاهلي ولا حاجه لعوده رمضان تاني ولا ما طرحش قدامكم؟ لا مفيش كلام. مفيش. ابراهيم عادل طبعا يعني سامعين عروض كتيره جايه لنادي بيراميدز في ابراهيم من انديه اوروبيه وانديه انا من قبل البطوله دي وانا بقول ان انا من ابراهيم عشان كمان سنه وعنده طبعا امكانيات مختلفه شويه، فانا كان نفسي ان هو يجي له حاجه بره، انا نفسي ان هو يطلع ويجي له حاجه بره ويبدا ياخد مشوار مثلا نشوفه بعد سنتين ثلاثه في حته ثانيه مثلا بره، انا اتمنى كده يعني اتمنى يكون الكتير اللي احنا بنسمع عنها دلوقتي اللي احنا كنا برضه فيها انت بتسمع كلام كتير يعني. هو ما جاش حاجه رسمي لبيراميدز يا كابتن هاني لغايه دلوقتي بالنسبه لابراهيم عادل؟ رسمي لسه، لا رسمي لسه. بس انا اتوقع ان ممكن يجي له حاجه برضه يعني بعد بالذات البطوله اللي عملها في افريقيا في المغرب يعني. طيب بالنسبه لسيف فاروق جعفر ويوسف اسامه نبيه، يعني احنا عرفنا ان هم راحوا بيراميدز لغايه دلوقتي انتم ما اعلنتوش بشكل رسمي. احنا هنعلن ان شاء الله كل حاجه باذن الله اليومين دول ان شاء الله اليومين الجايين. طيب النهارده رايك ايه في المباراه ويعني اداء رائع من بيراميدز وفوز كبير على بطل الدوري 3-0؟ لا الحمد لله ماتش كويس جدا، اطمنا فيه على مستوى اللعيبه الحمد لله. يعني رغم الغيابات الكتيره اللي عندنا غيابات طبعا كتيره جدا ما بين صوات او ما بين ناس احنا مدينهم اصلا راحه، ف ونظهر الحمد لله بالشكل ده، فانا شايف ان احنا برضو الحمد لله يعني بص رغم الغيابات الكتير اللي موجوده ولو الاسماء اللي انت لو عديتها هتلاقي الاسماء كتير جدا، بس هتلاقي برضو ان اللعيبه اللي موجوده في الملعب لا هي لعيبه مستواها الحمد لله كويس جدا ولعيبه برضو اسمها كبيره، فانا بشكر اللعيبه بصراحه بشكرهم على ادائهم النهارده وان شاء الله دي بقى تبقى بدايه الموسم الجديد مش نهايه الموسم القديم يعني. اكيد هتاخدوا راحه بقى اكيد الفتره الجايه يا كابتن هاني ولا ايه؟ من اسبوعين لثلاثه ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك كابتن هاني وببارك لك على الموسم الرائع ومبروك الفوز النهارده كمان، وان شاء الله الموسم القادم نشوف بطولات بقى النادي بيراميدز ان شاء الله. يا رب يا كابتن كريم الله يبارك فيك. حبيبي يا كابتن هاني بشكرك شكرا جزيلا. حبيبي. نشكر كابتن هاني سعيد طبعا مدير الرياضي او مدير الكوره في النادي بيراميدز. طيب عايز اقول لكم بس شويه حاجات كده وبعدين هنروح نتفرج على الملخص لمباراه الاهلي وبيراميدز النهارده. مصر بتحصد 4 ميداليات ذهبيه في اليوم الاول للبطوله الافريقيه للكونغو فو المقامه في مدينه ابيجان في الكوديفوار. خدنا 4 ميداليات ذهب النهارده عن طريق ساره صلاح ويوسف محمود ومروان عاطف عبد المقصود وايضا رؤي خالد في الكونغ فو. 4 ميداليات ذهب في البطولة الأفريقية للكونغ فو في ساحل العاج. عندنا كمان محمد زكريا في دول اللعيبة اللي خدوا الذهب النهارده لعيبة مصر في الكونغ فو. زي ما قلت لكم سارة صلاح ويوسف محمود ومروان عاطف ورؤي خالد.
عندنا كمان محمد زكريا في بطولة العالم لناشئين الاسكواش، خد الميدالية الفضية المركز الثاني بعد ما خسر في المباراة النهائية أمام اللاعب الباكستاني حمزة خان، وخسر 3-1 وخد الميدالية الفضية. معلش، كويس برضو إن احنا في النهائي عندنا محمد زكريا، وإن شاء الله الفترة القادمة تكون أفضل لمحمد بإذن الله وياخد الذهب في الموسم القادم. عندنا فريدة عثمان ما نجحتش ان هي تتأهل الى نصف نهائي منافسات ال 100 متر فراشة في بطولة العالم المقامة في اليابان، وجت في المركز ال 18. هي المفروض ال 16، يعني ال 16 سباح بيتأهلوا الى النصف نهائي، هي دوبك بفرق يعني اجزاء من الثانية ما دخلتش في النهائي او النصف النهائي بطولة العالم لسباق 100 متر فراشة المقام في اليابان. بس ان شاء الله يخلي بالكم، هي البطولة اللي فاتت، في بطولة العالم اللي فاتت كانت فريدة عثمان وصلت للنهائي في 100 متر فراشة، لكن المرة دي خرجت من يعني قبل، ما وصلتش حتى للدور قبل النهائي، والبطولة دي يعني اعتقد مؤهلة الى الاولمبياد القادمة، فان شاء الله تقدر يعني في السباقات الأخرى تقدر بإذن الله فريدة تحقق لنا حاجة. عندها كمان يوم 28 اللي هو يوم النهاردة، كمان 5 أيام يعني يوم الجمعة اللي جاية، يوم 28 فريدة عثمان هتلعب سباق الخمسين متر فراشة بإذن الله. نتمنى لها التوفيق يا رب إن شاء الله، وتقدر تتأهل إلى نهائي الخمسين متر فراشة بإذن الله. كانت البطولة اللي فاتت خدت البرونزية في بطولة العالم في الخمسين متر فراشة، فإن شاء الله المرة دي تقدر يعني تتأهل وتاخد ميدالية، تبقى حاجة جميلة جدا جدا جدا. منتخب الناشئات في كرة السلة بيحتل المركز ال 12 في مونديال أسبانيا لكرة السلة. كنا آخر مباراة لعبناها النهاردة أمام إيطاليا، خسرنا 64-56 بفرق 8 نقاط. وكده منتخب ناشئات السلة تحت 19 سنة بياخد المركز ال 12 في بطولة العالم لكرة السلة للناشئات. يعني دي بعض الأخبار كده، الألعاب الرياضات المصرية الأخرى في مشاركاتهم ماشيين بشكل كويس، في السلاح، في الاسكواش، في الكونغ فو. يعني نتمنى التوفيق إن شاء الله كمان لسباحينا في بطولة العالم، ونتمنى التوفيق لفريدة عثمان في سباق ال 50 متر فراشه ان شاء الله اللي هيبدا منافساته يوم الجمعه القادم. طيب خلينا نشوف بقى الترتيب الاخير لجدول الدوري، وناقص مباراه مش هتغير المراكز، يعني اللي هي مباراه الاهلي والمصري. الاهلي في المركز الاول 82 نقطه، بيراميدز في المركز الثاني 73 نقطه، الزمالك الثالث 60 نقطه، فيوتشر الرابع 58 نقطه، المصري الخامس 47 نقطه، ام بي السادس 45 نقطه، السابع المقاولين 44 نقطة، الاتحاد السكندري الثامن 43 نقطة، فاركو التاسع 42 نقطة، سموحة العاشر 42 نقطة، الاسماعيلي 11 40 نقطة، البنك الاهلي 12 39 نقطة، سيراميكا 13 37 نقطة، طلائع الجيش ال 14 36 نقطة، الداخلية ال 15 35 نقطة. بعد كده بقى الثلاث فرق أسوان وغزل المحلة وحرس الحدود، التلاتة هبطوا إلى القسم التاني. هاتلي معلش كده أول بس اللي هي الأهلي، أرقام الأهلي عشان أقول لهم بس إن الأهلي هو أقوى خط هجوم، 63 أحرز 63 هدف، وهو أقوى خط دفاع دخل في مرمى 13 هدف، منهم كان قبل ماتش النهاردة 10، وبالتلاتة بتوع النهاردة يبقى 13. والأهلي هو أكتر فريق فاز في الدوري 25 مباراة، أقل فريق خسر في الدوري وهي مباراة واحدة. بص حتى بيراميدز اللي هو التاني خسر 5 ماتشات، الأهلي خسر مباراة واحدة، والأهلي برضو اتعادل 7 ماتشات زي بيراميدز يعني. فأرقام الأهلي طبعا بتقول إن هو أقوى فريق في الدوري المصري، يستحق بطولة الدوري في الموسم الحالي، البطولة رقم 43 في الدوري المصري. هبط 3 فرق، المحلة وأسوان وحرس الحدود، وصعد 3 فرق، بلديه المحله والجونه وزد في الدوري الممتاز في الموسم القادم ان شاء الله. هنروح دلوقتي لمدينه العالمين الجديده مع مراسلنا احمد غنيم، ونعرف اجواء مباراه الاهلي وبيراميدز النهارده، ونشوف لقاءات مع
يعني المصريين اللي موجودين هناك في مدينه العالمين الجديده. خلينا نرحب بمراسلنا وزميلنا العزيز احمد غنيم من مدينه العالمين الجديده. احمد ازيك؟ كابتن كريم برحب بيك وبرحب بكل الساده المشاهدين. عايز اقول لك قد ايه الاجواء هنا رائعه جدا في مدينه العالمين، وقد ايه الناس هنا مستمتعه بالاجواء الرائعه والفعاليات. بالنسبه لمهرجان العالمين طبعا بنتكلم عن فعاليات رياضيه وثقافيه وترفيهيه، يمكن الكل هنا بيستمتع والكل هنا مبهور بمدينه العالمين وبالمهرجان هنا وبكل الفعاليات الموجوده هنا في مدينه العالمين. وكما تابعنا خلال الايام الماضيه ويمكن مستمره على مدار ال 44 يوم فعاليات رياضيه زي الكره الشاطئيه والبادل، وايضا عدد كبير جدا من الفعاليات الموجوده طبعا، سواء الفعاليات الموجوده في البحر وايضا في سباق سيارات هيكون خلال الايام اللي جايه ان شاء الله. غير كده وكده بجانب ده الناس طبعا مش قادره تنسى طبعا، او بجانب ده طبعا بتستمتع بالاجواء وايضا بتتابع مباراه الدوري المصري. ومنذ قليل تابعنا كلنا مباراه الاهلي وبيراميدز واللي انتهت بخساره النادي الاهلي بثلاث اهداف مقابل لا شيء. هنشوف ردود الافعال هنا والناس قد ايه هي مستمتعه بمدينه العالمين، وفي نفس الوقت برضو تابعت المباراه ازاي وتعليقها على المباراه رغم ان الدوري اتحسم خلاص بالنسبه للنادي الاهلي، ولكن هل يعني راضيين على الاداء والخساره ديت بالنسبه لهم ايه؟ طبعا انا برحب بحضرتك في البدايه وعايز اعرف من حضرتك ايه رايك في المباراه؟ إيه رايك كمان ان كولر النهارده يعني لعب بالاساسيين ولكن خلاص يعني احنا بنتكلم المباراه انتهت بخساره النادي الاهلي 3-0. والله انا شايف ان يعني شيء عادي بعد حسم الدوري للنادي الاهلي. ان شاء الله هو لازم برضه يحصل شويه بعد الماتشات والمجهود الكبير اللي عملته الفرقه الصراحه، عملوا موسم عظيم جدا، حاسمين جميع البطولات اللي دخلوا فيها بسم الله ما شاء الله. شيء طبيعي يعني ممكن يكون شويه في المستوى شويه اقل ولا حاجه، لكن ان شاء الله في انطلاقات مع الموسم الجديد مع التعاقدات الجديده. طبعا بعد خروج حمدي فتحي ان شاء الله يروح يلعب في قطر، الاهلي دخل على تعاقدات جديده على موسم ان شاء الله على نفس المنوال اللي عمله السنه دي، حقق بطولات شكل ما تعودنا دايما من النادي الاهلي. مستر كولر احنا عارفينه كله، راجل فكره عالي جدا، يعني ثابت في جميع المباريات، ما فيش مباراه يعني بتختلف عن التانية كتير. النهارده ممكن شيء عادي ان يحصل دروب في المستوى بين اللعيبه بعد حسم البطوله. تمام، ولكن دي بيراميدز دايما يعني مباراه هامه بالنسبه للنادي الاهلي. بيراميدز برضه فاكر قريب كنا بنلعبها برضه وفايزين عليها يعني. فانا بقول لحضرتك بعد حسم البطوله يعني برضه بيحصل شويه دروب في المستوى اللعيبه، لكن احنا عارفين لعيبتنا بسم الله ما شاء الله مستواهم عالي، فالقادم افضل ان شاء الله رب العالمين باذن الله. انا برحب بيك وعرفني بنفسك وكلمني عن الاجواء هنا بشكل عام في مدينه العالمين وتابعت المباراه ازاي. السلام عليكم ورحمه الله. اولا الاجواء ما شاء الله يعني عالميه وجو 100 100، ومن الصبح ومرتاحين وما شاء الله يعني كل حاجه. وكمان انا كمشجع اهلاوي صحيح فوز مقلق لنادي بيراميدز، وكان احنا حاطين عيننا على كاس العالم الجاي ان شاء الله وبتاع، بس انا واثق الحمد لله يعني في قرارات كولر وان شاء الله الدنيا هتتحسن ونبص ان شاء الله الماتشات الجايه. وكده كده الدوري محسوم فمش فارقه قوي. بالظبط، ومبروك لبيراميدز يعني. برحب بيك واتعرف بيك في البدايه. احمد مع حضرتك. اهلا بحضرتك. نتكلم النهارده ان احنا اعتمد يعني كولر اعتمد على اللعيبه الاساسيه، يعني لو كنا مثلا ريح اللعيبه الاساسيه ولعب مثلا بالاحتياط او كده ممكن نقول لكن انت ايه رايك وتعليقك ايه؟ هو بصراحه بعد موسم مرهق بالنسبه للبطولات اللي لعب فيها النادي الاهلي طبعا يعني محتاج نوع من الراحه السلبيه لمجموعه من اللعيبه. احنا لا نخفي سرا يعني الموضوع محتاج تدعيم للنادي الاهلي في بعض المراكز، خاصه في وسط الملعب في مهاجم سوبر. الحاجات اللي ده لا يخفي يعني حاجه واضحه للجميع. تمام، ونتمنى ان اداره النادي الاهلي التعاقدات الجديده تمام هيبقى فيها دور فعال في خاصه ان احنا بقى بننافس في جميع البطولات. مساء الخير كابتن كريم. تاني حاجه انا كمشجع اهلاوي صميم فانا شايف ان النهارده يعني الخساره بالنسبه ليا كمباراه زي دي، وبالنسبه ان بيراميدز فريق بالنسبه لي فريق منافس في الدوري، فانا كمشجع مخنوق
يعني مش اللي هي فرحه ليا، لكنها هتغطي عليها دي الحاجه النهارده اللي هو فرحتنا بالدوري. كابتن كريم، زي ما تابعنا ردود افعال متباينه، ولكن الى حد ما يعني في رضا عن المباراه، يمكن هي خلاص الدوري اتحسم، وبالتالي النتيجه يمكن البعض قال ان هي يعني مش فارقه قوي، خلاص احنا حسمنا الدوري وخلاص اللعيبه مجهده وفي بطولات كتيره جدا جايه منتظره النادي الاهلي. على اي حال احنا يعني الناس هنا زي ما بقول لحضرتك مستمتعه بالاجواء هنا، وزي ما احنا شايفين في مدينه العالمين قد ايه الجو جميل ورائع وقد ايه الناس كلها مستمتعه. انا بعود ليك مره ثانيه في الاستوديو كابتن كريم، اتفضل. بشكر طبعا احمد غنيم مراسلنا العزيز من مدينه العالمين الجديده، وفعلا اجواء رائعه، كنا هناك الاسبوع اللي فات واجواء رائعه جدا، كنتش عايز ارجع والله، بس لولا طبعا الشغل والبرنامج لازم نطلع من الاستوديو، لكن ان شاء الله الاسبوع القادم كمان هنروح مره اخرى الى مدينه العالمين الجديده ونستمتع باجواء الصيف والمهرجانات والاجواء الصيفيه الرائعه هناك في مدينه العالمين الجديده. هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل تاني مع بعض في كوره كل يوم بعد الفاصل، وهنستقبل نجومنا بقى النهارده كابتن عمرو الحلواني وكابتن ابراهيم صلاح نجم نادي الزمالك السابق، هيكون ضيفنا النهارده مع كابتن عمرو الحلواني بعد الفاصل ان شاء الله. رؤيته بقى للمنافسه في البطوله، احنا ابتدينا الاستعدادات مع اللعيبه كلها الحمد لله انضمت، الاستعدادات لسه قدامنا شهر، فاحنا بادين بخطى كويسه، اهم حاجه اللي احنا نوصل يوم ان شاء الله اول ماتش مع ليتوانيا في احسن فورمه، ونستعد اللي احنا نلعب اقوى فرق في العالم ان شاء الله. نوصل بقى المنافسه بصفه عامه مع المدارس اللي هيقابلها. So the competition of for all the with all the schools and the competition was the all best teams in the world. How do you see that? I mean, it's a tough tournament, right? 32 of the best teams in the world. We should be excited that we're one of them, and let's go see what we can do now. منافسات صعبة، احنا مبسوطين ان احنا اقوى 32 في العالم، اقوى 32 فرقة في العالم، فيلا نستمتع بالبطولة والمنافسة مع الفرقة دي. والله في الأول أهلا بكم طبعا في تدريبنا في منتخب مصر هنا. ثانيا بسلم على كريم أخويا وحبيبي، بقالي فترة كبيرة جدا ما شفتهوش، دايما منور الشاشة وسلامي ليه. استعداداتنا زي ما أنتم شايفين، احنا بدأنا معسكرنا من شهر 6، معسكر مفتوح لعيبة القاهرة ولعيبة اسكندرية، وبعد كده بدأنا معسكرنا من أسبوع في برج العرب، خدنا يوم أجازة وبدأنا النهاردة الجزء الثاني من المعسكر الموجود في مصر. إن شاء الله النهاردة وبكرة وبعده مسافرين 24 إن شاء الله سلوفينيا وإيطاليا، نلعب ماتشين وديين مع الصين وجورجيا، بعد كده نرجع مصر إن شاء الله نقعد 10 أيام، نطلع إن شاء الله دبي وأبو ظبي، عندنا إن شاء الله برضو ماتشين ثلاثة هناك، وان شاء الله نطلع من ابو ظبي على الفلبين ان شاء الله. يمكن اعتقد في لعيبه كتير في المنتخب لعبت في دوري الجامعات، ومعانا يعني المحترف الوحيد في المنتخب عاصم مرعي، طبعا اضافه كبيره جدا بالنسبه لنا، بس اعتقد الدوري المصري واللعيبه المصريه والمدربين والمنظومه كلها اتحسنت كتير يمكن اخر 4 5 سنين، وده باين في الدوري وفي في نتائج المنتخب، فاعتقد ان احنا يعني ان شاء الله نحاول نكمل ده ونبينه في كاس العالم ونتأهل لباريس ان شاء الله. المنافسه في البطوله نفسها شايفها ازاي مع المنتخبات اللي هتلعبوا معاها؟ اكيد صعبه جدا، كاس العالم احسن 32 منتخب في العالم، مجموعتنا صعبه، معانا ليتوانيا والمكسيك ومونتينيجرو، ليتوانيا تقريبا من احسن 4 5 منتخبات في العالم، بس احنا يعني دايما كوتش روي بيتكلم معانا على الطموح، فاحنا ان شاء الله عايزين نكسب على الاقل ماتشين في المجموعه عشان نوصل للدور الثاني ونعمل احسن نتيجه ممكنه ان شاء الله. طبعا احنا عندنا استعدادات قويه جدا، يمكن مختلف عن السنين اللي فاتت، عندنا يعني سفريه لسلوفينيا وعندنا سفريه لايطاليا، هنلعب ماتشات قدام مع الصين ومع مونتينيجرو وهنلعب مع لبنان، فاستعدادات مختلفه عن المرات اللي فاتت، فان شاء الله دي تكون في صالحنا ان شاء الله، ونقدر نبقى مستعدين اكتر للبطوله ونقدر نعمل مفاجاه ان شاء الله نفرح الناس كلها. يوسف خلينا نكون صراحه، كنا دايما بنشوف جاب كبير ما بين منتخبات منتخب مصر مع المنتخبات اللي بتشارك، طبعا فرق كبير. الفترة الأخيرة بنشوف لعيبة مصريين محترفين في دوري الجامعات الأمريكي، البطولة المصرية نفسها أصبحت قوية، بنشوف محترفين على أعلى مستوى، بنشوف
مدربين ايضا على مستوى، الامور دي كلها ساعدتكم كلاعيبه ان انتوا يعني تبقوا داخلين بطوله مهمه زي دي؟ الامور مش صعبه زي ما كنا بنتخيل كل بطوله؟ طبعا زي ما انت قلت البطوله نفسها في مصر المستويات عليت عن السنين اللي فاتت بكتير، يمكن اذاعه الماتشات والجماهير والحاجات دي اثرت في اللعيبه والمحترفين طبعا. فاعتقد ان احنا ان شاء الله يعني من 9 سنين فاتوا مختلفين عن 9 سنين دلوقتي، فان شاء الله نبقى نقدر يعني ان احنا نحقق حاجه ويا رب ان شاء الله ربنا يكرمنا. احنا مركزين جدا ان احنا ان شاء الله نموت نفسنا في كل ماتش، مش تفرق باللاعب مين. احنا حاطين سيستم معين، كابتن روي حاطط والجهاز الفني كله حاطط زي سقف معين لطاقتنا ان احنا هنطلع 100% في كل الماتشات. هنعمل على قد ما نقدر ان احنا ما يبقاش تمثيل مشرف، احنا هنعمل اللي نقدر عليه ان احنا نموت نفسنا، نوري الناس ان احنا بجد يعني نقدر نعمل حاجه في كاس العالم ان شاء الله. والله هو الراجل اللي بادئ معانا من شهر 6 تدريبات مفتوحه، يمكن كان لعيبه الاهلي والاتحاد خدوا الاول اجازه اكبر شويه ان هم خلصوا موسم كان طويل وانضموا متاخر، بس من اول شهر 7 ابتدينا، من اول شهر 7 ابتدينا الاعداد البدني الاول والليسات البدنيه، بعد كده انضمينا في اسكندريه في برج العرب وعدينا المرحله الاولى، وان شاء الله هنا ابتدينا هنا المرحله الثانيه ونسافر فيها معسكر خارجي ان شاء الله نلعب فيه ماتشات قويه ان شاء الله. يعني شفنا طبعا تقرير عن استعدادات منتخب مصر لكرة السلة، الفريق الأول طبعا ومشاركة في بطولة العالم القادمة إن شاء الله. نتمنى التوفيق لمنتخبنا لكرة السلة، ويعني الفترة دي من أحسن فترات منتخب مصر لكرة السلة، إن شاء الله يؤدي ويظهر بشكل مميز جدا في بطولة العالم لكرة السلة بإذن الله. خلينا نرحب بضيوفنا النهاردة ونجومنا في كرة كل يوم، كابتن عمرو الحلواني طبعا ضيفنا الدائم. حبيبي يا كابتن كريم. ازيك يا كابتن عمرو؟ شرف لينا مع حضرتك دايما. الله يخليك. ربنا يكرمك يا رب يا كابتن. حبيبي بقى النهارده ونجمنا بقى النهارده كابتن ابراهيم صلاح، كان لعيب كبير جدا 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 ومن النجوم المميزه جدا في نادي الزمالك ومنتخب مصر، النهارده منورنا كابتن ابراهيم صلاح. وعلى فكره كمل كابتن ابراهيم ولعب غز المحله ولعب مقاولين، لكن طبعا فترته الذهبيه كانت نادي الزمالك ومنتخب مصر. ازيك يا كابتن ابراهيم؟ ازيك يا كابتن كريم، ودايما ببقى سعيد مع موجود مع حضرتك وكابتن عمرو طبعا، ومبسوط ان انا معاك النهارده. لا ده انا سعيد جدا، ويعني وحشنا انت اكتر. والله والله متالق دايما يعني. الله يخليك يا كابتن. الله يخليك. هنتكلم بقى كويس انت معايا بقى، عشان دايما بيبقى معايا اهلاويه. عايزين نتكلم عن الزمالك شويه والبطوله العربيه بس نخلص ماتش الاهلي وبيراميدز النهارده وماتش المصري والسيراميكا في الرابطه، وهنتكلم طبعا عن الزمالك واستعداداته ليه البطوله العربيه. عمرو النهارده ماتش رغم اللي انا شايفه يعني كان تحصيل حاصل، لكن كان مباراه مشدوده جدا وعصبيه ويعني مشادات، حتى يعني حسين الشحات بعد المباراه احتك بمحمد الشيبي وداخل الملعب، وبعدين اتصالحوا او حسين الشحات اعتذر بعد يعني اجواء مشدوده النهارده رغم المباراه تحصيل حاصل، لكن بيراميدز تفوق فنيا على الاهلي النهارده. بص يا كابتن كريم، دايما طول ماتشات الاهلي وبيراميدز دايما بتلاقي فيه نديه غير طبيعيه، وتلاقي طول الوقت الاهلي عايز يكسب بيراميدز عايز تكسب، بيبقى ماتشات بتبقى حلوه طول الوقت. انا برضو شايف النهارده النادي الاهلي خسر 3 نقط بس كسب حاجات كتيره جدا، كسب اللي هو يشوف لعيبته البدلاء النهارده قدام خصم كبير زي بيراميدز اللي هو بتلعب اي كلاس، بتلعب اللعيبه السكواد بتاعهم على اعلى مستوى، بتلعب تاني دوري. النهارده النادي الاهلي كسب اكتر ما خسر، كسب السنه الجايه عنده اكتر من 5 6 بطولات، يعرف لعيبته اللي موجوده احتياطي اللي يقدر يكمل معاه او اللي ما يقدرش يكمل بالظبط، ما بيلعبوش بصفه اساسيه. النهارده اداهم 90 دقيقه قدام فرقه كبيره، فيشوف الاهلي عيوبه ايه وميزاته ايه. انا شايف اللي هي التجربه كانت مميزه رغم الخساره ورغم اخطاء كتيره جدا حصلت النهارده في ماتش الاهلي، بس ابقى عارف عيوب الفرقه بتاعتي وميزات الفرقه بتاعتي، مش هشوفها غير في ماتش قوي زي ماتش النهارده. رغم الخساره ورغم الشوط الاولاني النهارده النادي الاهلي ما اداش بالمستوى المطلوب خالص، ما كانش فيه تجانس خالص بين اللعيبه، كان في حوالي 6 لعيبه النهارده جداد ما بيلعبوش مع بعض بصفه مستمره قدام فريق كبير زي بيراميدز. بيراميدز استغل اللي النادي الاهلي النهارده مش في افضل حالاته، وعرف ازاي يجيب جون ويعرف يجيب الثاني والثالث. لما الشوط الثاني النادي الاهلي بدا يبقى عنده رتم الماتش وينزل اللعيبه حسين شحات وديانج واللعيبه الاساسيه واللعيبه اللي كانت موجوده بصفه اساسيه،
بدأ يمسك كورة شوية في الشوط الثاني، بس برضو ما يعني ما ظبطتش معاه عشان اللعيبة برضو ما كانتش بنفس الليفل بنفس المستوى اللي النادي الأهلي بيلعب بيه، ودخل فيهم الجون الثاني والثالث. أنا شايف إن النهاردة أوكي ماتش أوكي. برضو استغربت من كولر النهاردة، جات له من الدقيقة 72 لعب يعني بدون مهاجمين، نزل رأفت خليل، كان بيحصل تبادل في يعني ما فيش مهاجم صريح بعد ما محمد شريف خرج. بص كابتن، والاهلي خسران. بص يا كابتن، انا شايف الماتش النهارده مستر كولر خدها كتجربه كماتش طبعا رسمي، بس في نفس الوقت ماتش ودي اللي هو لو حاجه حصلت. على فكره كان متعصب جدا النهارده، واقف بيعترض على التحكيم، يعني غير التجربه هو ما كانش عايز يخسر عشان يحقق رقم ان هو يعني كسب الدوري بدون ولا خساره. بقاله 33 ماتش عمال يكسب كل الماتشات في افريقيا والدوري وكل الماتشات، فطبعا خساره بالنسبه له. النهارده كمان 3-0 كانت نتيجه تقيله جدا، بس انا شايف اللي هو اكيد مليون في المية ابراهيم كان بيجرب النهارده، بيشوف هل انا محتاج راس حربه التسعه اللي هو تسعه زي اللعيب اللي هو يعرف فيرود قوي، ولا محتاج مثلا بلاي ميكر، ولا محتاج ثمانيه، ولا محتاج سته بعد ما النادي الاهلي جاب امام عاشور، او محتاج باك رايت، او محتاج باك ليفت مع علي معلول. النهارده باين قوي اللي فيه ثغرات، باين قوي في ناحيه اليمين وناحيه الشمال، باين لازم تجيب لعيب كواليتي مختلف. الاهلي دايما في الاجنحه بالظبط يعني. لازم تجيب لعيبه كواليتي زي علي معلول ومحمد هاني دلوقتي. فانا شايف اللي هو رغم الهزيمه، لا النادي الاهلي النهارده يعني اكيد قدر يقف يعني على سلبياته واخطائه، ولازم نشوف اخطائه في فرقه قويه زي بيراميدز. يعني بص يعني. سالته على الاهلي وبيراميدز، ما جابش سيره بيراميدز خالص، هم كويسين لا خالص والله. والله هو اللي يديهم حقهم. لسه هتكلم والله، والله لسه هتكلم طبعا. طيب بيراميدز طبعا عملوا ماتش كويس جدا، ولعب النهارده فول تيم ولا وكانوا مذاكرين النادي الاهلي كويس جدا، وكانوا زي من اول دقيقه عايزين يكسبوا. وبرضه في غيابات في بيراميدز وطبعا لا، وكمان النادي بيراميدز عنده سكواد على اعلى مستوى. كابتن كريم عنده لعيبه هايله، مصطفى فتحي، ابراهيم عادل، احمد صبر النهارده، محمود صبر النهارده مان اوف ذا ماتش يعني هاي. عنده لعيبه، احمد فتحي النهارده لعب مساكن هايل، واحمد توفيق. طيب ابراهيم، انا برضه في سؤال وهسال عمرو الحلواني فيه برضه. يعني الاهلي السنه اللي فاتت جه في اخر 10 ماتشات او 8 ماتشات بالظبط وريح اللعيبه، رغم ان كان لسه الدوري في الملعب والزمالك ما كانش حاسم الدوري بالزبط. بشكل نهائي، بس الاهلي خد قرار قال لك احنا عندنا اجهاد كبير جدا وريح اللعيبه. ليه كولر ما عملش كده وبرده متمسك باللعيبه الاساسيين رغم ان هو حسم الدوري من زمان؟ ده كان بالنسبه لي سؤال. اول ما شفت تشكيل الاهلي انا فوجئت بالنقطه دي، يعني خاصه محمد الشناوي. يعني انا النهارده عندي 2 حراس كويسين جدا على مستوى عالي في النادي الاهلي، 3 علي لطفي ومصطفى شوبير في الاخر يعني وحمزه علاء، وفي مصطفى مخلوف كمان. لا انا اقصد ان الاثنين اللي لعبوا شفناهم، مصطفى شوبير وعلي لطفي، طبعا اجوان كبيره ويقدروا يشيلوا. فاستغربت ان الشناوي بيلعب كميه الماتشات دي. محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم هم اللي لاعبين الفتره الاخيره اساسيين، برده موجودين في الملعب. مروان عطيه بينزل ديانج. فاعتقد بالنسبه لي هو ممكن الراجل حابب ارقام شويه، يعني هو ده التفسير الوحيد للنقطه دي. ممكن يكون على حساب السنة الجاية وعلى حساب راحة اللعيبة، بس هو اعتقد هو ما شاركش في البطولة العربية، فاعتقد هيبقى عمرو هيبقى عنده وقت انه يقدر يريح اللعيبة. يعني احنا 23/7 هو هيخلص الدوري كمان 3 ايام، 26/7 الدوري الجديد 15/9 وفي ماتشات افريقيا. يعني بس هو يقدر يدي برده راحه بالنسبه للعيبته، يعني اسبوعين اكتر حاجه بالظبط كده، يقدر يدي راحه وعارف ان هو عنده وقت يقدر يرجع لعيبته في الفتره الصغيره دي. فاعتقد هو حساباته كده ان هو عايز ارقام اعلى، او عايز دوري بدون هزيمه، عايز حاجات كتير، هو عشان كده مصمم. طيب على التشكيل. طيب الارقام الشرفيه افضل ولا اراحه اللاعبين عشان الموسم الجاي افضل؟ هو مستر كولر في دماغه الاثنين، يعني لو عايز يكسب الاثنين اللي هو يريح، يعني النهارده مريح اكتر من لعيب، وفي نفس الوقت انا اللي شايف مستر كولر لا في لعيبه بثق فيها جدا، يعني في كل خط تلاقي لعيب اساسي، هو مش عايز يغير 11 لعيب كلها. عايز يعمل في كل خط لعيب اساسي يدي ثقه للي جنبه، يدي ثقه للعيب اللي بقاله فتره ما لعبش يا كابتن كريم. فانا شايف اللي هو بيعمل البالانس بين الاثنين، اللي هو بيريح يعني مثلا ممكن الماتش الجاي يريح عبد المنعم ويلعب حد ثاني، يلعب علي معلول ويخلي كريم الدبيق. يعني هو بيعمل بالانس عشان الفريق ما ينفعش يغير 11 لعيب مره واحده، هيبقى مشكله عشان اللعيبه كلها ما لعبتش، اللعيبه كلها الاساسيه او الاحتياطيه ما لعبوش مع بعض. فانا شايف اللي هو مستر كولر بيلعب على الاثنين. بس النهارده بالاخص البدايه بتاعت النادي الاهلي ما كانتش في احسن حالاته، ما كانتش في احسن النهارده اللعيبه كلها مش معظم الوقت. الشوط الاولاني ما كانش فورمه، ما كانش الناس من اللعيبه ما كانتش مركزه 100%. فانا شايف اللي هو كان بيلعب على الاثنين يا كابتن كريم، اللي هو عايز يحقق ارقام وفي نفس الوقت يلعب بالخطوط اللي هي الثابته. كابتن عمرو بعد إذن يعني رامي ربيعه مثلا لسه مجدد عقده مع النادي الاهلي، اقصد ليه اخر ماتشين ما يلعبش بشكل اساسي ورجله تدخل في الملعب؟ نبيل كوكا ده انا واحد بلعب في نفس المكان ده، لعيب هايل جدا مع المنتخب كده، ليه ما ادلوش ماتش زي ده ويكمل؟ هو برضه هو عايز يبقى كل خط ده لعيبه كبيره. انا عارف طبعا، لعيبه كبيره جدا، يعني لو بصيت يعني لعيبه كبيره، رامي ربيعه
قندوسي ده خد معاه فتره اساسي، اعتقد ان وجودهم في الملعب ما يعني ما كانش هياثر على الاداء يعني. والله انا شايف اللي هو ممكن الماتشات الجايه يدي لرامي ويدي للعيبه كلها من لعيبه شرفت خليل والقندوسي اكيد مليون في الميه الماتشات الجايه هيدي لها اخر ماتش مع المصري عشان يشوف اللعيبه مستواها فين واللعيبه اللي موجوده. يعني انت بتقول ان هو محافظ على الاثنين طبعا. عايز ياخد من الارقام ويخلص الدوري بدون هزيمه، وعايز يعني يريح مجموعه ومجموعه اساسيين يلعبوا عشان يشيلوا حتى اللعيبه اللي ما بتلعبش. بالظبط بالظبط، ما ينفعش يغير 11 لعيب مره واحده. طيب هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا عن مباراه الاهلي وبيراميدز، ونتكلم كمان عن مباراه المصري وسيراميكا، ونشوف كابتن ابراهيم صلاح وكابتن عمرو الحلواني رايهم ايه في فوز سيراميكا الكبير امبارح على المصري بنتيجه كبيره جدا في نهائي كاس الرابطه بعد الفاصل ان شاء الله. طيب عشان برضو نبقى جبنا كل الاحداث في مباراه الاهلي وبيراميدز، حصل مشاده ما بين حسين الشحات لاعب الاهلي مع محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز بعد المباراه، يعني حصل احتكاك كده ما بينهم، حسين راح كان متنرفز و يعني زي ما انتم شايفين ضرب كده محمد الشيبي وحصلت مشكله، وبعديها يعني اعتذر حسين الشحات راح لمحمد الشيبي في عند غرفة الملابس واعتذر له وحضنه وقال له أنا آسف وأنا بعتذر، حتى في حضور كابتن هاني سعيد مدير الكرة في نادي بيراميدز وبيعتذر له وبيبوسه وبيحضنه يعني بيعتذر له، وأعتقد الشيبي تقبل اعتذاره. بتحصل حاجات دي في الماتشات يعني المشددة دي، بس طبعا لازم يعني اللعيبة برضو تخاف على 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 نفسها وعلى زملائها يعني طبعا. حسين شحات من اللعيبة المميزة جدا، وانا يعني على المستوى الشخصي بحبه جدا، لكن برضه لازم يبقى حسين الفتره اللي فاتت عصبي جدا يعني كان عصبي جدا حسين، تقبل برضه سياسه الهزيمه، خلاص ماتش خلص الناس كلها بنشوف بره، ممكن مانشستر يخسر 6 و7 وده بيخسر ويروح يسلم على الناس وشكرا على كده، ممكن برضه نتيجه المباراه حسين كان متعصب او حاجه، بس من غير اي داعي يعني البطوله خلاص خلص خلص يعني مش محتاجه العصبيه عشان خاطر الهزيمه 3-0، بس برضه حسين حركه شيك جدا اللي هو اعتذر بسرعه وراح اتاسف له طبعا، وطبعا كابتن هاني سعيد طبعا لعب مع حسين في المقصه وعارفه كويس جدا، فعارف ان حسين برضه من الشخصيات المحترمه جدا، فاكيد لبى اللعيبه كمان طبعا لازم تخلي بالها من حركة كل حاجه بتتصور يعني. بالظبط لا وهي حركه يعني لازم اللعيبه برضو تخلي بالها الموضوع ده صح. خلاص اللعيبه كلها كل حاجه في الملعب بقت متشافه يعني، فانت في ثانيه الفيديو نزل وهو بيعتذر وهو بيضرب، فالفيديو نزل في كل مكان بسرعه، فلازم اللعيبه تكون عارفه ان ده موجود يعني. محمد حمدي كمان لاعب بيراميدز جاله اصابه في كاحل القدم او انكل القدم، كان برضه في كوره مشتركه كده مع حسين الشحات و جبس ده يعني تمزق في الاربطه، تمزق في اربطه الكاحل يعني تمزق لا هي ممكن تمزق في الاربطه عشان كان اتصاب مع حسين الشحات في كان في كوره بس حسين مش قصده يعني. كده لا لا بس هو داس على رجله اعتقد والانكر رجله لف ايوه، فبالتالي دكتور مصطفى المنيري اهو يعني بيجبس رجل محمد حمدي وقالوا له الاصابه تمزق في اربطه الكاحل يعني، الف سلامه طبعا ليه محمد حمدي. طيب ابراهيم صلاح قبل ما اخرج من الاهلي، انت كراجل بقى زملكاوي نجم كبير زملكاوي، عايز اسالك في موضوع امام عاشور وانتقاله للنادي الاهلي، رايك ايه؟ طب هو عشان برضه الناس تبقى عارفه احنا في احتراف وكل حاجه، لكن انا بالنسبه لي يعني مصدوم من موقف امام، لان امام بالنسبه للجمهور يعني كان واحد منهم دايما من ساعه انا من المنصوره من بلده، وعارف ان هو من مكان زملكاوي وعيلته كلها زملكاويه امام المنصوره طبعا، فدايما صحابه كمان معايا على طول لانه بيحب الزمالك من قبل ما يلعب ومن قبل ما يتعرف ان هو لعيب زملكاوي، فراح الزمالك الجمهور عارف ان هو لعيب زملكاوي مش موضوع بيأدي وخلاص، فالناس كلها مصدومه فيه يعني، لو لعيب تاني كان ممكن تبقى اقل شويه من موضوع امام، لكن هو دور على مصلحته او ده حقه، ده احنا طبعا في عصر احتراف، الفتره اللي جايه نادي الزمالك خلاص مش عايزين مش هنقعد بقى نتكلم امام خلاص ده بقى لعيب في النادي الاهلي، عايزين نفكر في اللي جاي نقدر نعوض في المكان ده ازاي، لكن هي انا بالنسبه لي يعني القرار هو خده بص لمصلحته، فانا بالنسبه لي يعني انا مش مبسوط من الخطوه اللي هو عملها، لكن ربنا بقى يوفقه ونادي الزمالك الفتره اللي جايه عليه ان هو يدور على البديل المناسب اللي يقدر يسد في المكان ده، يعني مش هنقدر نتكلم بقى كل شويه امام راح الاهلي امام راح الاهلي وخلاص، لا
لازم نشوف حد يكون على نفس القوه بتاع امام في المكان ده، لانه طبعا من الناحيه الفنيه امام لعيب كويس جدا وهيفيد النادي الاهلي فنيا كتير جدا. انا سمعت برضو ان القصه دي اتكررت معاك بس حصل العكس، يعني انت كنت بتلعب في نادي العروبه السعودي وعقدك خلص وكنت راجع مصر وكان النادي الاهلي عرض عليك ان انت تنضم للنادي الاهلي، انا فاكر موقف زي ده، ايه اللي حصل بقى ساعتها؟ مش اللي حصل، هو انا يعني بالنسبه لي كنت ان انا عقدي خلص في السعوديه وراجع مصر، ف هم عرضوا عليا ان انا اكون موجود بمبالغ اكبر، يعني انت قعدت خلص في العروبه والاهلي كلمك ان انا ارجع النادي الاهلي، لكن انا في الوقت ده فضلت ان انا اكون موجود في الزمالك، ونادي الزمالك برده كان كلمني فقفلت الموضوع بشياكه ان انا حابب اكمل في النادي بتاعي نادي الزمالك، ورجعت نادي الزمالك في الموسم اللي هو 2014 15 اللي خدنا في الدوري والكاس، كانت سنه مميزه بالنسبه لنا، فانا كنت حابب ان انا المكان ده خيره عليا، فمش حابب الخطوه دي خالص، واعتذرت للناس باسلوب كويس والموضوع انتهى على طول. يعني بس موقف امام مختلف شويه، ان امام طبعا راح يعني الزمالك باعه للنادي ميتلاند الدنماركي وكان ما كانش فري، يعني سعره كان فري بالظبط كده، سعره برده 3 مليون دولار رقم كبير، هو ان الجمهور برده يا كابتن بيحسب لها ان انا كلاعب ما اقدر مش هروح غصب عني، والزمالك ما كانش يقدر يرجع امام عشان فلوس بالظبط كده، هو ممكن الناس مش هتبص للنقطه دي قوي، يعني هتبص ان هو راح الاهلي، امام انا اخترت النادي الاهلي ورحت الاهلي وخلاص يعني فهو موضوع امام بالنسبه لهم كده ان هو اختار النادي الاهلي، لكن يقدر يقول لك اللاعب يقول لك لا مش حابب اروح، لا هستنى الزمالك، لكن هو الموضوع بالنسبه للجمهور كان صعب شويه، لكن انا زي ما انا قلت لحضرتك ان احنا عايزين نتخطى الموضوع ونفكر في اللي جاي على طيب. عايز انتقل معاك برضو للزمالك والاستعداد للبطوله العربيه، الزمالك عنده انا شايف ان الزمالك يقدر يستفيد كويس من البطوله العربيه طبعاً. ماديا ومعنويا ان هو يعمل طبعا منافسه قويه ولاعب فرق قويه، بس جداً. ان شاء الله الزمالك يقدر يتخطى الاتحاد المنستيري وتبقى بدايه المشوار ليه كده تفتح له الطريق جداً. بعد كده عنده الشباب السعودي وعنده النصر، طبعا فريق النصر عنده جابوا ساديو ماني بس يا كابتن رونالدو بس النصر خلي بالك حضرتك بيلعب بالفريق الرضيف ما بيلعبش بالفريق الاساسي، الفريق الاساسي عنده طول، لا الفريق الاساسي عنده هيرجعوا على ماتش الزمالك يعني ده حظنا احنا بقى، لكن عنده جوله خارجيه ممكن يكون يعني ان الماتش ده ممكن بالنسبه لهم يبقى تحصيل حاصل، يعني اعتقد ممكن النتائج في الاول ما تساعدهمش، يعني دي انا بتكلم ان على الزمالك شخصيا ان هي تجربه قويه جدا هتحتك مع فرق قويه جدا، عايزه الناس برده ما تنساش موضوع الجمهور، انت في السعوديه عارف الجاليه المصريه قد ايه، فالجمهور بتهيألي احنا بس الفريق الوحيد اللي هيبقى له جمهور كبير جدا في الماتشات بتاعتنا، فدي احنا والنصر والشباب بس هم هيلعبوا في مدينه غير الرياض يعني، فالشباب برده جمهوره قليل في السعوديه مش زي النصر طبعا، هو النصر جمهور عنده جماهيريه كبيره جدا في الماتش، فاعتقد ان الموبايل انا قلت الكلام دي في الانترو بتاع البرنامج، قلت خلي بالكم يا جماعه الزمالك في السعوديه او في دوله اي كده. دوله عربيه او خليجيه انا اتمنى من اللعيبه الملعب مقفول اللعيبه بقى احنا عايزين نستغل النقطه دي، يعني زي ان احنا معانا جمهورنا نلعب كاننا بنلعب في ارضنا بنلعب في اجواء حلوه جدا، طبعا اجواء البطولات المجمعه دي بتبقى كويسه جدا، فاللعيبه برده تشوف جماهير الزمالك ما شفناش هنا الملعب مليان، فلعيبه الزمالك اللي ما شافتش الجمهور الزمالك تشوفه في بطوله زي دي، اعتقد ان فرصه كبيره جدا ان كمان ممكن الجمهور يغير وجهه نظره في لعيبه كتير في بطوله زي دي لو الناس ادت بشكل كويس، الراجل بدا يحفظ طريقه لعبه معينه. طب قول لي الزمالك مشكلته فين وهو مسافر؟ خلي بالك الزمالك مسافر من غير احمد ايمن منصور، مسافر من غير محمود علاء عشان الاصابه، مشكله في خط الدار، انا من فتره طويله انا بقول مشكله نادي يلعب ازاي الزمالك يا هيما ومين التشكيل بتاعه؟ انا شايف ان هو يلعب زي ما كان متعود، ثلاثة خلاص مع عبد الغني وحسام عبد المجيد و محمد طارق والمسلوسي او حابب يستغنى، انا بالنسبه لي انا حابب يستغنى يلعب بعبد الغني والمسلوسي ويلعب محمد طارق باك يمين وفتوح باك شمال، يعني نلعب كده، وحسام ممكن ما يبقاش موجود لو هو هيلعب لو استغنى عن الثلاثه، يعني هو يلعب باثنين في القلب يعمل كده يعني، وفي وناحيه اليمين ناحيه اليمين هيلعب محمد طارق لو محمد طارق ويلعب ناحيه الشمال فتوح طبعا فتوح يظبط الملعب عادي، لاعب يعني فتوح في نص الملعب، ما هو احنا عندنا مش عايزين كده، عايزين يلعبوا في مركزه بالظبط، يعني الماتش النادي الاهلي اللي فات شفنا عمل كده، كان الموضوع صعب جدا بالزبط. بالنسبه لنا وضيعنا شوط كامل باخطاء كارثيه وخسرنا بنتيجه كبيره، ما ماتش بشكل مش كويس بسبب النقطه دي، لكن العب انا بالنسبه لي يا كابتن كريم اللعيب اللي بيلعب ب 70% في مركزه احسن من 90% في مركز ثاني واخسره في المركز ده برضه صح، يعني انا لعب اللعيب في مكانه ونص الملعب ونص الملعب خلاص ما فيهاش حل ثاني غير دونجا دلوقتي رجع
اعتقد نبيل عماد دونجا يلعب نبيل عماد دونجا ورؤى ورؤى او السيسي حسب ما الراجل شايف التدريبات وكده. وقدام طبعا شيكابالا وزيزو وزيزو وسيف الجزيري وابراهيم انضاي واحنا ما عندناش الاوبشنات كتير بصراحه في الحته اللي قدام ده التشكيل الافضل من وجهه نظري. طبعا الزمالك متاثر كمان بغياب مصطفى شلبي بالاصابه بالظبط كده فاعتقد ان احنا يعني ويا كابتن بغض النظر عن التشكيل كمان يا كريم يا كابتن كريم لازم الناس تكون او اللعيبه نفسها حاسه ان دي بطوله مهمه وحاجه كويسه لجمهور الزمالك في السعوديه وجمهور هنا مستنيهم فلازم يكونوا حاسين بقيمه النقطه دي. خلاص الدوري احنا فقدنا فيه الامل من زمان فالماتشات بالنسبه لنا ما كانتش فارقه وبنلعب بنجرب بنشوف اللعيبه كمان لازم الناس تغير وجهه نظر الناس عنها. الناس بتتكلم كتير على بعض اللعيبه بطريقه مش كويسه لازم نغير النقطه دي لازم اللعيبه تموت نفسها وجمهور الزمالك يشوفها بشكل مختلف يعني. طيب هنطلع فاصل اخير ونرجع نشوف راي عمرو الحلواني برضه توقعاته للزمالك في البطوله العربيه في السعوديه بدايه مع اتحاد المنستيري ان شاء الله يوم 28 وبعدين الشباب السعودي وبعدين مباراه النصر السعودي ان شاء الله يقدر الزمالك يتاهل من المجموعه دي ويبقى عنده فرصه في المنافسه على البطوله. بعد الفاصل نكمل مع كابتن عمرو الحلواني وكابتن ابراهيم صلاح بعد الفاصل ان شاء الله. نروح للكابتن عمرو الحلواني ونساله عن توقعاته للزمالك في البطوله العربيه. بص يا كابتن كريم اكيد نادي الزمالك دلوقتي مركز في البطوله العربيه حاجه السنه دي طلع يعني ما خدش دوري ولا كاس ولا اي حاجه خالص وحتى الماتشات الاخيره عملها بالمستوى بتاعه مش احسن حالاته فهو اكيد رايح مركز 100% وكمان بيلعب في السعوديه وسط جمهوره اكيد في جمهور كتير لنادي الزمالك شايف اللي هو لازم يكون مركز جدا في اول حتى ماتش اللي هو الاتحاد المستيري ده لازم نعمله ماتش كويس جدا. شايف نادي الزمالك لو لعب 4 4 2 يا كابتن كريم هيعمل ماتش كويس جدا 4 4 2 يعني عواد الزمالك بقى له فتره ما لعبش 4 4 4 2 كابتن ممكن 4 3 3 ال 4 4 2 يا كابتن بالنسبه له لازم تبقى كويسه جدا ما هو وزوريو ما اشتغلش عليها ولا مره لعيب الكوره ده الماتش كمان 4 ايام خد بالك كابتن في لعيبه ايه كلاس او لعيبه الاهلي والزمالك مش شرط اتمرن انا ممكن اتمرن تمرين تمرينتين اوصل لهم الهدف اللي انا عايزه اوصل لهم التمرين انا عايزه واشتغل 4 4 2 اكيد المدربين قبليها لعبوا 4 4 2 العالم كله بيلعب 4 4 2 واللعيب كمان عنده قابليه وعنده قابليه اللي هو بسرعه يتاقلم يعني ما اللعيبه الكبيره يعني لازم يبقى عندك كذا ممكن في الملعب اصلا ممكن تغير الطريقه كذا مره في الماتش ممكن يلعبها لو المدرب مقتنع بيها ونهى بيها ماتش الاهلي نهى بيها ماتش الاهلي كابتن وفي حاجه كمان 4 2 بالنسبه لنادي الزمالك حاليا كان خسران هي اللي انا في كده كنت ادائك كان احسن بكتير لا وعامل 4 4 2 عشان بيخش فيه جون كتير فاللي هو دفاعينها باكتر من 3 4 3 فهيعرف يقف كويس جدا ولو اللعيبه كمان لو لعبت وكانت مركزه لا ممكن يعمل ماتشات كويسه جدا 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 اتمنى نادي الزمالك يعمل يلعب 2 فراوده صراحه لا ممكن ما يلعبش 2 فراوده صراحه ممكن يلعب بزيزو 10 ويلعب بسيف وشيكابالا ناحيه اليمين وابراهيم نضاي ناحيه الشمال ليه بقى عشان زيزو يلعب 10 كابتن عشان دفاعيا يرجع مع نص الملعب ومع رونجا ومع رؤى بيدافع كويس جدا فانا شايف لو عمل الخطه دي كويس جدا دفاعيا وهجوميا لا ممكن يعمل ماتشات كويسه مع اتحاد مستيري مين يمسك كمان. رونالدو في ماتش النصر مين يمسك ده في ساديو ماني كمان خلاص راح لا انا اكيد لو النصر رجع بالفول تيم بتاعه دي هتبقى مشكله كبيره بس قول لي اسم طيب قول لي اسم ما هو اكيد انا مش عارفين هيلعب فيرود فيرود بيلعب فيرود او بيلعب ساعات تحت الفيرود هيروح لحسام عبد المجيد وعبد الغني والمسلوسي بقى اللي هيجيله يحاول يعمل معاه اي حاجه محدش يقرب منه يعني لانتو مان عادي عنده كمان اسماء تقيله يعني تاليسكا في الدوري السعودي هناك بالنسبه لهم ده حاجه كبيره جدا يعني كان قبل وجود رونالدو كان هو بالنسبه لهم السوبر ستار يعني صح فاحنا مش عارفين هنمسك مين ولا مين ولو ساديو ماني فاحنا مش عارفين هنمسك مين ولا مين في الماتشات دي عمرو الماتشات دي بتبقى ممتعه اللي هو بتلعب قدام النصر قدام نجوم كبيره ده ماتش اصلا لعيب الكوره تاريخي ماتش تاريخي نازل مستمتع يعني ويتفرج في الملعب على اللعيب حتى ممكن كريستيانو طبعا حاجه كبيره واللعيبه ساديو ماني ممكن انا حتى كمان اتعلم هما بيتحركوا تحركات ازاي الفيرود المساك اللي ماسك ساديو ماني بيتحرك ازاي التوقيت بتاعه بينزل ازاي بيطلع ازاي اتعلم فرصة حتى فرصه كويسه لعيبه وشايفه لايف معايا وبيلعب قدامي انا شايف ان ده ماتش اقدم نفسي بشكل كويس يا رب ربنا يكرمهم كمان يبقى تماما حاجه كمان ان شاء الله الزمالك يكمل ويوصل بالزبط. للادوار النهائيه بالزبط. ماليا هيستفيد بشكل كبير جدا الزمالك محتاج عشان بالزبط. يخلص المشاكل اللي عليه طبعا. طيب خليني اروح بقى للماتش المصري والسيراميكا امبارح انا عارف طبعا عمرو الحلواني خد موسم في السيراميكا
وسيراميكا امبارح بصراحه ابهرنا، عمل جيم جامد جدا. مصر كان في حاله سيئه جدا، وكانت المباراه 4-1، وكانت ممكن تبقى نتيجه اكبر من كده كمان. من وجهه نظرك اسباب تفوق سيراميكا على المصري امبارح يا كابتن ابراهيم؟ كابتن ابتدي بسيراميكا طبعا، لانه فاز سيراميكا يعني كابتن ايمن الرمادي ما لحقش كمان يشتغل، لكن هو عنده ميزه كويسه جدا. حتى انا اتكلمت مع محمد ابراهيم باركت له كده، هو عنده ميزه كبيره جدا انه بيسيب اللعيب تلعب براحتها، يعني هو في النواحي الهجوميه في كل بالظبط، يعني سايبك تلعب براحتك، فاللعيب بيطلع يعني شفت انت حضرتك الاربعه اللي قدام امبارح تالقوا بشكل كبير جدا، بيخدموا على بعض، بيلعبوا بشكل كويس جدا. فاعتقد ان كابتن ايمن ما قدرش يعمل سيستم، بس سايب الراحه شويه للعيبه. يعني كابتن حلمي دايما لو حضرتك عارف طريقته او اسلوبه في اللعب بيبقى منضبط جدا، وعايز حاجات معينه تعملها حتى لو ادوار دفاعيه اكتر، ادوار دفاعيه اكتر. فاللعيب سيراميكا يعني ابدعت في الحته الهجوميه، عشان كده شفنا فرص كتير جدا. صلاح محسن وميدو جابر ومحمد ابراهيم بالظبط، يعني تالقوا بالظبط كده على الناحيه الثانيه. الناحيه الثانيه بقى يعني كوارث دفاعيه طبعا في خط ظهر النادي المصري، لان كابتن ميم عبد الرزاق عمل بس حاجه بسيطه، ان هو يعني الناس اللي كانت متعوده تلعب عماد الدين ابو بكر بيلعب بقى له فتره طويله جدا، مره واحده قام مغيره. انا لسه بقول لحضرتك ان اللعيب لو بيلعب سنتر باك مكانه ب 70% مستوى احسن ما اجيب ديفندر زي عمرو موسى العبه وهو مستوى 90% بالظبط، فبخسره هنا وبخسره هنا. يعني يعني حتى لو شفنا الراجل بيغير، كابتن ميمي غير بعد 15 دقيقه بيغير السرد باك، فهو ابتدى غلط فحاول يصلح الغلط اللي هو عمله. لكن النادي المصري طبعا بره الخدمه تماما، واعتقد برده كان في سوء توفيق عمرو. لو شفت في كوره برضه تقدر ترجعهم في الماتش وفي النتيجه، بتطلع من على خط الجون بشكل غريب كده في كذا كوره، بتاعت كريم العراقي، بتاعت جريندو كريم العراقي بالظبط. فاعتقد دي كان ممكن ترجعهم في الماتش، لكن طبعا نادي سيراميكا هو الاحق بالمكسب، فبنبارك لهم طبعا. وارض لك النادي المصري نادي كبير طبعا، كنا نفسنا الناس كلها تفرح، لكن دي الكوره والاحسن فاز، فبنبارك لنادي سيراميكا وارض لك النادي المصري. طيب عمرو الحلواني، جماهير المصري في صدمه من امبارح. انا طبعا يعني بقول لهم هارد لك طبعا، ما تزعلوش، لكن انت عارف جمهور المصري بيحب فرقته، يعني نادي المصري ده بالنسبه له الميه والهواء. فشايف ايه والاخطاء بتاعت المصري ايه وتفوق سيراميكا طبعا اللي تالقوا امبارح؟ بص يا كابتن كريم، من ماتش المصري خسر الماتش اصلا قبل ما يبتدي اصلا. ليه؟ يعني بدليل اللعيبه كلها باين قوي اللي هي قبل الماتش بيومين ثلاثه اربعه مش مركزين في الماتش، مش مركزين في 90 دقيقه، حاسين انهم هيكسبوا بالظبط. دي مشكله كبيره جدا. الكوره مالهاش امان، الكوره لعيب الكوره لازم يشتغل 90 دقيقه و95 دقيقه، لازم يكون مركز، ملوش دعوه بره، ملوش دعوه الجمهور بيقول ايه، ملوش دعوه الاحتفالات ايه، ملوش دعوه، هو مركز. باين قوي اللي كابتن ميم عبد الرازق ما قفلش على الفرقه، باين قوي اللي هم ما ذاكروش سيراميكا، بدليل ان سيراميكا كابتن الدوري السنه دي كسبوه مرتين 3-0 3-0، فباين قوي اللي كعب سيراميكا عالي قوي على المصري. فكابتن ميم كان لازم يقفل على الفرقه ويشوف عيوب وميزات نادي سيراميكا. فانا شايف النادي المصري لا ما ذاكرش خالص سيراميكا، ونازل خسران اصلا من قبل الماتش يا ابراهيم. لازم مش مركز، هم كل التركيز بتاعهم الاحتفالات وبعد البطوله. بالعكس بقى نادي سيراميكا بقى كابتن ايمن الرمادي مدرب كبير، عمل مع اسوان نزل له درجه ثانيه، بس هو عامل نتائج هايله، باين قوي اللي هو مذاكر المصري. هل صلاح محسن اللي تالق الموسم الحالي مع سيراميكا ما يصلحش ان هو يقوم بالدور ده؟ صلاح محسن لعيب كبير، لعيب كبير ولعيب مميز، بس في مشكله. هل صلاح هيأدي نفس الاداء اللي هو اداه في سيراميكا تحت ضغط ولا لا؟ في لعيب كوره كويس جدا، بس ممكن تحت ضغط ما يعرفش يدي 100%. غير الاداء كمان يا عمرو، هل المواصفات بتاع صلاح هي اللي الراجل محتاجها؟ لا، هو الراجل عايز مهاجم صندوق بس بالظبط كده، رقم 9 اللي هو يعني جوه ال 18 بالظبط. فاكيد هو الراجل صلاح موجود وهيرجع النادي الاهلي، وسمعنا انه راجع النادي الاهلي وهيأدي بشكل كويس. في كلام على صلاح وشكري بكلف، يعني هيبقى يأدي بشكل كويس لانه لعيب مميز، لكن هل المواصفات اللي فيه موجوده؟ انا اعتقد ان صلاح من نوعيه شريف اللي هو بيحب التحركات وبيروح وبيجي، ومحمد شريف موجود، فالراجل عايز مواصفات معينه في المهاجم اللي هو عايزه. فاعتقد وجود صلاح مش هيأثر برضه ان الراجل يطلب مهاجم اجنبي بالظبط كده، المواصفات اللي هو عايزها. طيب يعني هو الاهلي بيحاول يخلص مع سوزا اللي هو اللاعب اللي بيلعب في كوريا الجنوبيه في نادي هيونداي، لكن لسه يعني في مفاوضات مع اداره نادي هيونداي لسه ما خلصتش يعني بشكل نهائي. كابتن ابراهيم بشكرك وسعيد ان انت كنت موجود معانا النهارده، ان شاء الله تتكرر خلال الفترات القادمه. بشكرك كابتن عمرو حلواني حبيبي كابتن كريم، وعامل فورمه برضو ابراهيم، برضو جسمه زي ما هو اكنه ما بطلش لسه. الحمد لله محافظين على سيرة كابتن ابراهيم حبيبي يا عمرو. بشكر طبعا كابتن عمرو وكابتن ابراهيم صلاح، وبشكر كل طاقم العمل، ونتقابل على خير بكره ان شاء الله.